السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية ميلا لنقف عن المشروع تاع المحطة متعددة الخدمات هذه اللي تقع في بلدية شيرغون بن العيد، واللي يعني تحتوي إلى عدة خدمات، من بينها يعني خدمات لصيانة السيارات، وإلى جانب يعني الخدمة الأساسية تاعها تاع توفير الوقود للسيارات. ففيه يعني كما قلنا خدمات صيانة السيارات ومطاعم ومقاهي، ويعني عدة منها مسجد تقليل الصلاة وكذا. هذه أمور جيدة جدا. نشوف الشكل الهندسي الرائع والتصميم نتاع هذه المحطة نتاع متعددة الخدمات. إن شاء الله كل هذه المحطات يعني تعم في المحاور الرئيسية يعني الطرقات، في كل طرقات القطر الوطني. وحنا نعرف بأن يعني في الطرقات السريعة أو طرقات السيارة، يعني في طرق السيارة الموجودة حاليا في الجزائر، واللي الشبكة فيها حوالي 4000 كيلومتر تاع طرق سيارة، فيها عدة محطات للخدمات كمثل هذه، ويجب المزيد من التطور إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.